ابو الحبيب جاتو رجعت له جاتو الرغبه في العوده من جديد لشباب قسنطينه. لا ماشي الرغبه ولا من جمعيه العمل نحضرهم بكل. لا ماشي الجمعيه العمل صديق الرجل كمسير في شباب قسنطينه. شوف شوف انا جمعيه العمل نحضرهم بكل وعرضوا عليا السنه يعني اللي قبل هذه قبل ما جا فيها مازار عرضوا عليا بان نرجع للفريق ورفضت يعني يوما كاين مدير شباب الرياضه كاين مسؤولين تاع الفريق. المره هذه مش عندي رغبه بين ولي التسيير المره هذه شت الجمعيه انا مانيش فاهمه ما قدرش الطاقم اللي كان يعقد الجمعيه وما قدروش يوصلوا بعض الرساله والرساله تاع الاعتراف. هذه استعملت انا طريقه بسيطه يسمى انه طاحت سؤالين في الموضع تاعهم وين الواحد بقى المشكل تاع الناس كي يقول لك المساهمين الناس قالوا ما كاين اللي حاب ما فاهمين والو. خديت انا موقف باه نساهم باه نعطي الناس يعني كاين كوراج كونطوني يجي كوراج وجون مسير انايا شباب قسنطينه خديت مع بطوله الدرجه الثانيه البطوله الدرجه الاولى بطوله الدرجه الاولى اربع ولا خمس سنوات في الدرجه الواحده يسمى ما عنديش واش نقدر نزيد ندير معاه. لا لا احنا ماذا بينا كما يقول واحد تزيد دير معاه كما لا كاين تزيد ديروا معاه مع نعاودوا نبنيوه لانه نعم ما نهضرش على النتائج ما نقدرش نعم ايوا ممكن نعاودوا نبنيوه بالخبره تاعنا بارك الله نعم كيفاش بالعلاقات اللي عندنا مع الناس على كل مستوى القطر الجزائري على مستوى يعني ما حتى في الخارج ممكن نعاودوا تسمى تكون لنا بصمه في عائد بناء الفريق لانه الفريق يعني نتكلموا صراحه ما كاينش فريق ما نهضرش انا على فريق تاع لاعبين ولا حاجه لا هيكله والو ومن تسمى ما قلت لهم حتى واحد لانه هذا يتعاقب على هذا الفريق لعب نعم من سنه الى سنه من سنه الى سنه يعني من نضم خليت الفريق في البطوله الاولى خليت الفريق شامبيون مونجاجي خلينا بالشامبيون اي شامبيون تسمى مونجاجي في الدرجه الاولى كبطل تاع الموسم هذاك كأس الجزائر وكأس افريقيا الأندية البطلة الناس بالك ما يهضروش بزاف ولا ما ينساوش باللي شباب قسنطينة وكما نشوفها ما يذكروهاش الصحافة شباب قسنطينة أول فريق شارك في لاليغ دي شامبيون كي خلقت قبل شباب قسنطينة ما كانش لاليغ دي شامبيون كأس افريقيا الأندية البطلة صح نعم دونك أنا خليت شباب قسنطينة مونجاجي في لاليغ دي شامبيون تسمى أول بطولة تاع لاليغ دي شامبيون تسمى من تم الفريق ما زادش خطوه بقى يعني بيني بشويه درك تسمى كيما قلت لك انا ماشي يعني درك لازم اعاده بناء الفريق من كل النواحي نعم حتى من الناحيه العقليه من نعم. انت شباب قسنطينه حتى اخر حاجه زاد وضرها هي الانصار تاعهم الانصار تاعهم صح اخر حلقه في السلسله حاجه غاليه اخر حلقه في السلسله تاعو زاد وضر الانصار وصلنا في الحيط صح فاهم ولا وهذه تسنى خدمه كبيره الناس حتى خطاش انا كي دوك ما نتكلم هكذا مع الناس وحطيت شغل الفوتبول دوك هكذا ارواح جيب اللاعبين الشباب قسنطينه فيه خدمه كبيره انا قبل ما نجيب اللاعبين وخدمت خدمه طرافاي دو باس حطينا الكوسوس وحطينا الواحد هل خونا ابو الحبيب نرجعوا دوك للسؤال يجرنا الكلام تاعك هذا يجرنا للسؤال اللي بغينا ناخذوه من عندك هل بو الحبيب من الاهداف نتاعو الاساسيه كما كنت تقول اعاده الهيكله نتاع الفريق وهل من اولويات الخونة ابو الحبيب باش مع المجموعه تاع الاداره اللي باذن الله تكون هذه الشركه ومن هذيك هل من اولويات نتاعكم باذن الله تاع تعاودوا ترجعوا الفريق ترجعوا له الهيبه تاعو اللي كانت عنده في السنين هذو طبعا هذه مش غير شباب قسنطينه هذه اي فريق يجيب طاقم كيما هكذا ويجي حاب يخدم الهدف تاعو انه يقدم يعني يقدم لي مش غير استرجاع الهيبه يعني تكوين فريق قوي قادر ينافس فرق على بطولات هي الهدف درك الهدف هذا مش راح يتحقق في شهر ولا في شهرين راح يكون على المدى القصير ولا المتوسط ما نقولوش طويل باسكو طويل ما يساعدناش يعني تكون على المدى القصير المتوسط يعني نفس الشيء اللي مدته ابريبري فيدرالية ولا الوزارة أو طرد دو تروازو تكون عندك فريق تنافسي شوف كرة القدم في ماشي سون سي نعم ممكن دير فريق وتصنع منه وتصرف أموال وتشوف ريال مدريد هذا وممكن ما يكونوش نتائج صح
يحتاج. نعم. دونك راح دير فريق ما نسميوش حنا فريق يلعب الادوار، ونقولوا فريق تنافسي وين يولي عنده بصمه. مثلا انا درك نقول لك نضربوا امثله من الفرق الجزائريه، كاين فرق كيما مولوديه الجزائر ولا شباب بلوزداد ولا مولوديه وهران، فرق صراو لها مشاكل طلعت هبطت تقدم بصح قعدوا ما وطروش هما طروش الهيكله الهيكله تاعهم، واش صرات لهم كيما شباب قسنطينه وين راح ضاع خلاص. ها نشوفوا شباب مثلا مولوديه الجزائر العوام اللي عداو قاد ما لعبت حتى كانت راه على ليغاسيون، دوك السنه اللي دخلت بطوله يعني الفرق تسمى حافظت على الحد الادنى. نعم كاين حد ادنى يفو با شباب قسنطينه هو ضرب بزاف بزاف. نعم واش ينظر بو الحبيب مادام الفريق نتاع الشاب اللي كملوا به الشامبيون هذا، هل بو الحبيب يؤمن بهذا الشباب هذو اللي راهم طالعين برشا في الفريق؟ انا ما نكذبش عليك هذا تسمى اول ما نعرفش مليح باسكو العام هذا كنت تسمى بعيد شويه على الفريق. الحاجه الثانيه انا من بكري مؤمن بالشباب، تسمى الناس بالك بكري لاحظت شكي نجيب لاعبين بصح ما كنتش تجيب لاعبين انايا اللي كبار ولا حاجه. انا كيهز مثلا بورحلي جبت بورحلي نهار جونيور عمران جبناها راج دي 19، ونهار جبنا بن عماره جبنا تسمى كنا حتى اللاعبين اللي ننتظبوهم من خارج الفريق ولا من خارج قصدنا كنا نجيبهم شباب. دني علامه تسمى حتى كل اللاعبين انا اللي جبتهم، عمري ما جبت لاعب عنده اسم. كيقولوا الناس مغالطين ما يولوش التاريخ. الوقت اللي كنت نخدم انا تبان لهم عليها بعد كيشوفوا اللاعب هذا كيدير في حوايج ملاح تبان لهم باللي جبناه. بصح كون وليو نهزوا القائمه انا كيفاش كنت نختار اللاعبين، كنت نختار لاعبين موهوبين بصح غير مش معروفين. مش معروفين نعم وشباب صح. يعني كرة القدم هي اصلا الشباب يعني ما يبازيش على الشباب، ما تبازيش على التجربه، ما عندكش مستقبل كتجيب لاعب انت لازم تجيبه على اساس انه راه يلعب 10 سنين عندك. نعم اللي جبت لاعب باين يلعب عندك سنه ولا زوج هذا ما كان، وهذا هو اللي حطم كرة القدم الجزائريه، لانه كل فرق تنتدب لاعب باين يلعب عندها سنه ويقول لك لا. يعني من المفروض كل الفرق كل تخدم على مستوى تسمى في انتداب اللاعبين ولا في الواد ولا التكوين على مستوى بعيد، تسمى اللاعب يقدر يلعب عندك خمسه سته ولا سبع سنوات هكذا يفيدك ويفيد بلايص خلاف، يعني يفيد الفريق اللي قاعد يلعب فيه وفيت الفريق الوطني. كيف الفريق الوطني صحيح ولا عندنا فريق وطني من اللاعبين المحليين.